الكرة قدمت تحت المدافعين وسكن فرق الحارس بريك. نعم لمست المدافع السبيعي وراحت مباشرة إلى شباك الحارس شبريك تشا. في الشوط الثاني تغير الحال، تتغير المعطيات في قدم عيسى الباي ومباشرة تتحول إلى شباك الحارس بريك لتعلن عن تغيير النتيجة لمصلحة الوفاق بواحد مقابل شيء. هذا هو الحال في الشوط الثاني. تكلمنا عن قراءة اللعب وقراءة المنافس بالنسبة للمدربين.